بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. نتمنى تكونوا بصحه جيده وتقبل الله صيامكم وقيامكم. الاخوان ان شاء الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مره اخرى عند مدرسه مازاكان تحت عنوان فائده من ذهب. غادي نكملوا ان شاء الله الرحمن الرحيم سلسله ديال كل ما يتعلق بالتغاريد الاساسيه. التغاريد الاساسيه هما الاخوان يعني واحد مجموعه ديال التغاريد اللي هي إسبانيا ما يسمى بالكوبيه، والشرح ديالها هو يعني تابع للقانون الاسباني اللي هو الكوديو. وصلنا ان شاء الله دابا في الاغروده المحبوبه للطائر المقنين، ودائما ملي كنتكلم على المقنين يعني دير واحد السطر وعرف راسك مع من كتكلم، لان المقنين من جميع الجوانب ديالو. غنجي ان شاء الله الدرس اللي جاي غادي نكمل السلسله ديال كيفيه التلقين، وغادي نهضر ونتكلم ونحط نقاط على الحروف الاخوان، لان المقنين معامله مع المقنين مع الحسون ما يمكنش لك يعني تستجب وتتم السيطره عليها شكليه شيئا ما الا لما كنت عندك دوزتي معاه تجربه ودائما عندك المقنين. اما باش تهضر لي على الهجين يعني الميكستو، فالميكستو بحال لك تهضر على واحد النوع يعني بورسونتاج ديالو غالبا فيه الكناري، فهذاك ماشي معيار وماشي قياس لا في الادويه ولا المسائل ديال التلقين ولا غادي نجيو نهضروا على هادشي. الله يرحم الوالدين. على اين الاخوان؟ بالنسبه للكاسكابيل الاخوان، الكاسكابيل فهي يعني كيف قلنا فيها غالبا ثلاثه ديال الانواع اللي معروفين، اللي كاينه هاد الكاسكابيل اللي هي جوج يعني كاين المسمى ديالهم اللي معروفين، هي لين 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 ولين لين 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 لين، ولكن كاينه واحد وحده اللي كتسميتها الكابانيتا. الكابانيتا يعني غليظه شويه في الاداء، وما كيتسمعش هذيك الحرف النون بزاف، كتسمع بحال ليا 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 ليا، بحال اللي كيف كنقولوا لها حنا يعني الموالع ديال او المربين الطيور ديال المغاربه كتسمعوها ليا 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 ليا. فكاينه نوع اخر هي داك النوع اللي هو رقيق قريب من اللي كيكون شي تيمبري منوقص، شي تيمبري الا كان منوقص الا ما كانش انسان منوع يعني ملوع وحني وحافظ كل ما يعني يروج في التغاريد الكوبيه قدر يتشابه ليه. هي واحد خرش يعني خرشاشتي واحد الحش ديك كيسموها بخرخشه ديال الافعى، المهم عندها واحد السميه مشات ليا ما علينا. هذا النوع جابوه غير كتشبيه، ملي كيبغيو يديروا واحد الكلمه او كيتكلموا على واحد الاغرده كيعطيوها واحد التشبيه معين باش كيقربوا لك الصوره. فهاد الثلاثه نوع ديال الكاسكابيل اللي معروفين الاخوان، وهما كلهم كيتنطقوا بهذا لين 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 ولي لي 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 لي، غير كيف قلت لكم ملي كي طير كتكون الحنجره ديالو شويه اللي هي غليظة حقاش هادي بقات من التغاريد ديال غرناطة، فهي كتسمع بحال ليا 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 ليا. أو كاين بعض المسميات مثلا في الجهة ديال ألميريا، كل من اللي تابعين جامعة الأندلس يعني كيقول لير 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 لير، فهي لين 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 لأنها تحتوي على الناقوس، والناقوس دائما يصدر داك حرف النون. كما في بعض البليبليات الممطرقة ملي كيكون يعني عطا داك البليبلي مارتياضو بواحد الناقوس شويه دخل فيه غير واحد شويه في الاخر كتسمع بحال بلين 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 داك الناقوس في الاخر. دائما خاصه المقنين هو كلامه منقص كيغير الكلام من وحده لوحده. فالشاهد في الباب الاخوان اليوم غادي نتكلموا عليه هو الكاسكابيل وكذلك الكابانيو كابانيجو، هادو جوج التغاريد اللي غادي نهضروا عليهم، وغادي نتكلموا على اغرودات يعني اللي كيساليو بتشيو، هاد التغاريد الاساسيه.
فالكاسكابيل الاخوان هي من الحوايج اللي عزازين على المقنين وكيحبهم، ويعني كيف كيقولوا الاسبانيين لا مايور فيلوسيداد، يعني سريعه الرد في ساعه الطير، في ساعه كيتكلم بها، في ساعه كيلهاها كيبت بالطير كتبان لي 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 لي، فهي جد ممتازه وعجيبه. وهي من الاحسن الاخوان تكون دائما نديروها في الراس. ملي كنقول كلمه نديروها في الراس باش يفهموا بعض الاخوان، وغادي نطرق لهذه المساله، لان كاينين مواليع اللي خارج المغرب كنلقاو معاهم صعوبات في المصطلحات ديالنا ديال اللي كتروج بين الطيور، وهما عندهم مصطلحات اخرين. فالغالب الله الا ما عجبتكمش، الا شفتوا شي كلمه ما عرفتوش ما فهمتوهاش، يمكن تكتب الكلمه اللي هضرت عليها انا، وغادي نقدر نفسرها لك ان شاء الله بالمفهوم ديالكم الى وفقنا الله شيء من العلم. على اينا الاخوان، او نقدروا نوضحوا شنو هو المقصود من ديك الكلمه اللي قصدتها انا. فما يمكنش انا نخاطب الناس كل واحد من وقته، يعني احنا مصطلحات كنهضروا هنا كنفسروا الكوديبو اللي جانا بالطريقه الاسبانيه كنفسروه وكنوصلوه للناس، وراه التواصل ان شاء الله يخلينا كل حاجه نوصلوها باذن الله. كيف قلنا الاخوان سريعه الرد، وهي عزيزه على المقنين، ومن الاحسن ديرها في الراس. كيف قلنا كلمه في الراس هي كتجي في الاول، ليس الراس هو اخر الاغروده، لا كتجي في الاول. جوك اما تجي في الاول تركب عليها الاغروده، او تجي منفرده، ومن الاحسن انا كنحببها تكون منفرده، تكون بطلوع الهبوط ولا تكون بوحدها. نسمعوها الاخوان باش نعرفوا علاش كنتكلموا واشنا هي يعني الكاسكابي. اسمحوا لي الاخوان، و بسم الله هذا الريبيرتوريو هذا كبير حتى هو عند لي كاسكابي. كل طير باش ضربها فوالا، سمعوا لي اللي قلت لكم هذه هي اللي لاحظوا الاخوان، كل وحده غنجي نتكلم عليها. كاين اللي ناقصات هما ناقصات في الكلام، وكاين اللي زايده في الكلام من عندهم هادشي، ولكن نطلعو حنا شويه الكلام. ورا نشوفوا هنايا باش نعرفوا كل وحده نتكلموا عليها. هنا الاخوان فوالا، هنا معروفه هذه داخله في في الكابانيتا اللي كتكون غليظه هي، وهذه واقيلا ها هي بلا تسمحوا لي، كاع اللي كتكون غليظه داخله في السميه ديالها كابانيتا. وكاينه اللي رقيقه، اللي رقيقه اللي هي كيف قلت لكم كتشبه لهذاك حدو، هادي غليظه شي هنا طلعات هنا غليظه بزاف. نتا الاخوان مرحبا، فوالا هادي رقيقه وكاينه رق منها اللي قلت لكم كتشبه ل ل ل ل ل التيمبري الا كان منقص، الا كان منقص. لاحظوا هنا بلاتي عادي واره، هنا شتي هنا شحال رقيق، هادي رقيقه بزاف، هادي عاديه مزيانه، هادي رقيقه بزاف، هنا هادي اللي قلت لكم الاخوان كتكون قريبه شيئا ما للتيمبري، وكاينه رق من هادي. فدائما في اي اغروده بغيتي تخدمو نعزلو وحده اللي واضحه اللي بين الحروف ديالها عمرنا، ويحلين الحمد لله ما نقاش صعوب حتى مع الطائر، حتى هو في ساعه يمشي ليها وما يحرفهاش عن لي كوربي ديالها. بالنسبه للاخوان كقانون كبلانيه فهي عندها ثلاثه نقاط، عندها ثلاثه نقاط في المنفرد، والقانون اللي كيجري على جميع التغاليد الاساسيه من ناحيه العدد ديال لي كوربي ديال السنات هما ديال الضربات هما بحال بحال في المنفرد أربعة وما فوق، وفي سميتو داخل الأغرودة ثلاثة وما فوق. هادو هما بالنسبة للكاسكابيل.
بالنسبه للكابانيو او الكابانيجو، لان كلماتي كتقرا جو. والله اسمع، هذا واحد الكليك كنقولوا ليه حنا الكليك، فيه واحد الكابانيو. الكابانيو يعني واحد الناقوس، فيه واحد الجرس. كلمه كابانيو او كابانيجو الناقه الجرس، هذا الجرس هذا نعاودها، فهو بهذا الجرجور اللي فيه وبهذا الكليك اللي فيه حرف اللام وكاين داك الكليك، هذا قريب للكاسكابيل، فداروا مع هاد لافامي ديال الكاسكابيل او ما يسمى بالكاسكابيليو. يعني حتى هو عنده ثلاثه النقاط، وكيتوضع في الخانه اللي كيتوضع فيها الكاسكابيل، وما يجري عليه يجري على جميع التغاليد الاساسيه. هذا من جهه الاخوان، نعاودوا نسمعوه باش تعرفوه. ودائما مزيان هو يدار هو في الراس، وتقدر ديروه بعد منه كتزاوق، بحال التزاوق اللي كاينين في البليبلي اكاسكابيلادو. معناه نوضحوا هنا شويه باش نوضحوا الصوره، نقدروا نشدوا هذا ديالو نخدموا به. شوفوا الاخوان، كنخدو نشدوه بحال هكا، تحطوا منفرد ثاني او تحطوا تزاوق، تشدوا منه شي حاجه وتحطوا تزاوق، فهمتيني؟ نقص منه وتحطوا تزاوق مع فوالا، وتعاود ملي كتضرب بحال هكا وتعاود تزيد قدامه هادي، فهمتيني؟ كتزيد قدامه كامله، كتولي عندك واحد الميزان مقنين مقنن، فهمتيني؟ كتسمع تيتليليلي تيتليليلي تيتليليلي، انت كت بالمقنين. علاش كنقول لك المقنين هو القياس؟ المولوع اللي بغى يهضر معاك ويعطيك معلومات وتاخذ من عنده الكل، وتقول هذا راه غادي في السياق، هو يكون كيدير المقنين، ويكون متخصص في المقنين في الحسون. مازال غنجيو نهضروا على هادشي الاخوان. اخوان، كانت هذه يعني واحد اللمحه او حلقه خاصه بهاد الكاسكابير والكاسكا والكابانيو. نتمنى تكونوا يعني استفدتوا من هاد الحلقه هذه. الاخوان، بالنسبه لجميع التغاريد، اسمحوا لي نكمل، بالنسبه لجميع التغاريد اللي كاينه منفرده اللي تكلمنا عليها في هاد الحلقات، قبل ما ندوزوا للتغاريد اللي هي مركبه يعني او لصده مركبه، سواء بيكون يعني تيرميناسيون او سين تيرميناسيون ريماط، غادي نتكلموا على هادشي. هاد التغاريد الا جابوا عليهم الطائر تشيوا، كيتخلص الاغروده وكتخلص حتى تشيوا. معناه بدينا نقولوا من البليبلي سيمبلي، دار بلي 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 بلي, بلي تشيو طابلي طيو اللي ضرب، فهمتيني؟ كتسمع طابلي 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 تشيو تخلص، عنده جوج النقطه. بلي بلي مارتيادو بلي 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 بلي, بلي تشيو ثلاثه ونقطه ديال تشيو، ربعه ميسيدا تيبيلي 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 تشيو ولا تيتيبا تيتيبا تشيو، ربعه الكاسكابيل او الفانتازيا. قبل ما ندوز كاسكابيل، الفانتازيا بحال الميسيدا، الا جاب عليها تيبالي 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 تشيو، ربعه ثلاثه ديال فانتازيا واحد. الا جاب يعني الكاسكابيل مع الكابانيو، تا هو كل واحد بوحدو جاب عليه تشيو، فهو تا هو ربعه. يعني كاع التغاريد اذا تحطوا بهذه الطريقه، واخا يتجابو منفرد ويجيب عليهم الطير هو تشيوا، راه كيتخلصوا في الاغروده وتخلصوا حتى في التشيوا. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم. تهضرونا ان شاء الله في واحد الدرس غادي يكون ان شاء الله قيم، غادي ان شاء الله في العشيه غادي نوضعوا وغادي نتكلم عليه، وغادي غادي نتكلموا الاخوان ونكملوا السلسله ديالنا ديال التغريد بواحد الشكل احترافي وبشكل الحمد لله تجريبي عادي. من احسن الاخوان، غادي نقول لكم الاخوان، تبعوا واحد الشخص واحد، سمع لهذا سمع لهذا سمع لهذا مزيان، ولكن واحد فيهم تبعوا. علاش؟ باش ديك النتيجه ديال العام كتعرف انت هو واحد تبعتي في جميع الطريق ديالو. اما غتبع هذا وهذا وهذا ما غاتشد حتى حاجه، وغتقول في الاخر هادو كاع خدنا منها كيخرقوا، هذا كل واحد كيخرق. لا، تبع واحد، تحملني مسؤوليتي انا
في المسائل اللي كنعطيك على التجربه تبعني انا، داكشي اللي كنعطيك كثير الكلام كتاخذو من عندنا الحمد لله، اي حاجه كنوريوك كيفاش دير غنبقاو معاك من الاول حتى الاخر تتخرج باذن الله. تبع واحد وسير معاه، هادشي اللي غنقول لك الاخوان. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا.